عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الآن المحامي والناشط شحدي بن بري. أهلا بك سيدي. في البداية، من الواضح بعد اجتماع لجنة توجيه العرب في النقب أن هناك مستوى جديد من التصدي ونضال ضد المخططات الإسرائيلية في منطقة النقب، وبالتالي ترتيب أو لجنة لترتيب النضال لوضع معايير أفضل ومعايير أكثر مهنية. ماذا نعني بذلك؟ وهل ذلك يكفي في هذه المرحلة؟ هو لا يكفي، ولكن علينا أن نعلم بأن النقب عدا عن يعني كل هذه المعاناة من حرث مزروعات ومن هدم بيوت، هنالك أيضا يعني الصف ليس موحد حتى النهاية، ولذلك هنالك حاجة لترتيب النضال، أي وضع برامج من أجل استقطاب كل الذين ابتعدوا عن لجنة التوجيه وأخذوا يعني وضعية ثانية وبعيدة. ونحن نقصد الإخوة في الحركة الإسلامية الذين لا يشاركون أي نشاط للجنة التوجيه منذ فترة طويلة، منذ دخولهم إلى الحكومة لم يشاركوا في نشاطات ومظاهرات، وفي بعض الأحيان حتى طالبوا بمقاطعة بعض النشاطات للجنة التوجيه. نحن نريد أن نرتب هذه الأمور على ضوء هذه الوضعية الغريبة والمستهجنة في النقب، ولكن علينا أن نعلم بأن حكومة إسرائيل مصرة في الهجوم واستمرار الانقضاض على عرب النقب مهما كانت التوجهات السياسية والحزبية لهذه المنطقة. لذلك يعني في نظري بأن ترتيب النضال، ترتيب برامج النضال هو كي لا يتخذ منه البعض نزوة شخصية، أو أن يكون نضال عشوائي دون تنظيم. يعني نريد أيضا أن يكون النضال هادف ومشجع ويستقطب الكثير من السكان، ويستقطب أيضا أو يحصل على استحسان الجو العام. يعني نحن نريد في نهاية المطاف أن يكون إلى جانب عرب النقب الكثير من المتضامنين حتى من الشارع اليهودي. صحيح. لذلك نحن نريد لهذا النضال أن يستمر وأن يتطور وأن يتصاعد باتجاه معين، أن نأخذ ونحصل على الإنجازات في نهاية هذه النضالات، أي لا نريد النضال من أجل النضال، وإنما أن نحصل على الكثير من الحقوق أو وقف وصد هذه الجرافات وهذه التراكتورات وهذه البولدوزرات التي تقمع عرب النقب في هذه الآونة. نعم سيد بن بري، تحدثنا عن أن الخارطة السياسية الإسرائيلية وكأنها مصرة على هذا التصعيد واستمرار هذا التصعيد تجاه منطقة النقب والقرى غير المعترف فيها وعمليات الهدم المتواصلة. من المهم ربما أن نسأل، هل كان توجه لأحزاب إسرائيلية يهودية ربما لاستطلاع الوضع؟ هل كان أجوبة واضحة من قبل الأحزاب الإسرائيلية في هذا الشأن؟ للأسف تلك الأحزاب التي كنا نتوقع دائما أن تكون بعضا ما موضوعية وقريبة من موضوع عرب النقب، للأسف الشديد هي الآن داخل هذا الائتلاف الحكومي. يعني حزب كحزب ميرت أو يش عتيد وهذه الأحزاب هي في السابق كانت تبدي ولو لفظا يعني بعض من التعاطف تجاه عرب النقب، ولكن الآن هم وجدوا أو يعني دخلوا هذه الحكومة، ومن هنا فإن وقوفهم إلى جانب عرب النقب أخذ يعني يتلاشى. ولذلك نحن عمليا نناضل البلدوزرات ونناضل ضد الحكومة ونناضل سياستها، ومن الناحية الثانية نفتقد الكثير ممن كان البعض يعول عليهم أو يتوقع أن تكون لهم وقفة ولو يعني خفيفة مثل هذه الأحزاب التي ذكرتها. ضف إلى ذلك أيضا موقف الحركة الإسلامية بالنسبة لهذه المواضيع، ولذلك هنالك لدى الحكومة شعور بالنشوة
أي أنه لا يوجد من يقف إلى جانب عرب النقب سوى عرب النقب والقليل من الأحزاب أو ربما حزب أو حركة واحدة في كل هذه الدولة، يعني عدا عن المشتركة لا نرى الكثير من الدعم. عرب النقب الآن في حالة يعني ليست بالجيدة ولا تحسد على هذه الحالة. نعم، وطبعا نحن نتابع جميع المستجدات في موقع قوة للانقضاض على عرب النقب. نعم. وإقامة البلدات وكل ما نعرفه من سيناريوهات يومية ضد عرب النقب، وذلك نتابعه بشكل يومي هنا في بانوراما مساواة. أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط شحدي بن بري.